رحبوا معايا بصاحب القلم العبقري الاستاذ باهر دويدار، كاتب ومؤلف هذا المسلسل. مساء الخير يا استاذ باهر. مساء النور يا استاذ سامي، ازي حضرتك؟ ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله رب العالمين، في نعمه وفضل الحمد لله. عارف لما حد يعمل لنا اكله حلوه فنقول له تسلم ايدك؟ ربنا يخليك. فانا بقول لك بجد سلمت يمينك ويسلم قلمك على هذا المسلسل اللي انا ارى انه مش مجرد عمل درامي، لا الحقيقه قيمته تتجاوز بكتير عمل درامي، الى انه عمل وطني اعتقد انه بعد سنوات سيكون شاهد على العصر وسيكون صفحه في كتاب التاريخ. الحمد لله رب العالمين، احنا فضل من ربنا طبعا الحمد لله انه يعني كتب لي انه اكون موجود في المسلسل ده وتسند الي يعني مسؤوليه كتابته، وانا موافق حضرتك تماما انه يعني مش عايز ابقى بقول كلام كبير عن المسلسل، لكن هو خارج بره دايره العمل الدرامي فقط الى انه وثيقه تاريخيه، لانه صحيح. احنا في النهايه هو العمل بيوثق لمرحله مهمه جدا في تاريخ المنطقه بالكامل مش في تاريخ مصر بس. صح. كل ما السنين هتعدي هتتضح اكتر حاجات فيه كمان، يعني انت كل ما الاحداث تمشي لقدام كده 2022 2025 2030 هتلاقي في حاجات في المسلسل تتكشف لك يمكن ما تكونش مظبوط باينه دلوقتي، يعني مظبوط تفهمها بشكل اوقع يعني وكده. فالحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا يعني وسعيد انه قدرنا نوصل الرساله دي للناس. هو ده سؤالي بقى المهم يا دكتور باهر، هل تعتقد انه اكبر قدر ممكن من الناس، يعني طبعا انا متاكد ان في ملايين شافوا المسلسل، لكن انا يهمني واعتقد يهمك اكتر مني انه الرساله زي ما انت قلت تكون وصلت، مش مجرد الناس شافت مسلسل حلو ومعمول حلو وخلاص وبيحبوا احمد عز وبيحبوا هند صبري وبيحبوا هشام سليم وابطاله، لا تكون الرساله وصلت لاكبر قدر لان هو ده الهدف من المسلسل. يعني الحقيقه انا ده بيبقى اولويه بالنسبه لي يا استاذ، يعني انا من غير ما ابقى بقول كلام يعني مبالغ فيه، انا عندي مشروع كده بديه من الجزء الثاني من كلاش، ان هو انك في كل عمل تعمله تحاول تدرس موضوع معين يكون بيهم الناس ويهم مصر وقد يكون في جوانب فيه خفيه شويه، تذاكره كويس جدا ثم تعيد صياغته بشكل درامي في العمل ده بحيث انه تقدر توصله للناس، لان دي مسؤوليه علينا كلنا كناس بنشتغل في الشغلانه بتاعتنا دي. صحيح. انه احنا دورنا ان احنا نوصل للناس حاجات ربما تكون هم مش قادرين يوصلوا لها قوي. صحيح. لانه في النهايه وده يمكن موضوع المسلسل الرئيسي، انه من بعد الحرب العالميه الثانيه فكره احتلال الاراضي ما بقتش مهمه قوي. صح. يعني هو زمان كان في مبدا كده بيقول لك بوتون جراوند، يعني العسكري بالبيضه بتاعته واقف على الارض هو ده الاستعمار. صح. من بعد الحرب العالميه الثانيه والتكنولوجيا الطيران لقوا انه الحكايه دي مكلفه جدا، بنقل عساكر وبنقل بتاع، لا وده على فكره قاده العالم منهم قاده في الاستخباراتيين امريكيين قالوها، قال لك الاحتلال العسكري زمن ولا احنا هنحتل دلوقتي من غير ما نضرب طلقه رصاص واحد. بالظبط. ومن هنا ظهر المبدا او الفكره بتاعت حروب الجيل الرابع، انه انت بتحتل وجدان وعقول الناس. هو الغرض من الاحتلال ايه؟ انا جاي اخد الخير اللي عندك او ثرواتك او اتحكم في قرارك. صحيح. ده الغرض من طب ما انا لو عندي طريقه اعمل بيها الحكايه دي اقل كلفه بالنسبه لي على المستوى البشري وعلى المستوى المادي، طب ما اعملها. صحيح. وبالتالي ده اللي ظهر في ال 30 40 سنه اللي فاتوا، انه ده شكل الصراع اللي بيدار في العالم، مش عندنا احنا بس، هو العالم كله بقى بيدار بهذا الشكل. مظبوط مظبوط. ما خفتش لانه احنا اتفقنا مع بعض انه اقرب ما يقود الى الوثيقه التاريخيه بخلاف انه عمل درامي محبوك ومحكم بشكل جيد، ما خفتش انه حد بقى يطلع يقول لك لا انت كده شفت التاريخ من وجهه نظرك، انت كده تحاملت على فصيل او على حزب او على شخص. الحقيقه يعني انا كنت عندي تجربه السنه اللي فاتت في الاختيار الجزء الاول برضه مهدت لده شويه. كويس. انت لما بتعمل عمل محدد الزمن، يعني انت عارف شخوصه وعارف زمنه وشخوصه لسه عايشين، ده بيحط عليك مسؤوليه انك لابد انك تكون دقيق جدا في البحث بتاعه. طبعا. يعني مش هتقول كلمه ولا هتقول معلومه الا وانت متاكد منها. صح. ده حصل في الاختيار الجزء الاول الحمد لله رب العالمين، وكان مشرفني اكتر حاجه اسعدتني انه برغم انه انا كنت عارف ان المسلسل مستهدف جدا لكن ما حدش من اللي مستهدفين المسلسل عرف يطلع فيه غلطه، عرف ينكر. بس معلش برضه هنا الاختلاف شويه، لانه الاختيار الجزء الاول كان بيتكلم عن جيشنا في مقابل الجماعات الارهابيه، فايا كان الارهابيين طبعا مش هيطلعوا يردوا، حتى لو ردوا مش هنصدقهم. الصعوبه هنا ان انت كنت بتتكلم على ناس عايشين بينا وفي بعضهم ناس لسه عايشين بينا.
بيبقى الرهان انك انت بتذاكر كويس جدا، بتتحرى دقه المعلومه. انا ما فيش معلومه جبتها من مصدر وحيد، كل المعلومات اللي موجوده في المستشفى جايه من اكتر من مصدر. كويس. كل المصادر تم التاكد من مصداقيتها قبل ما احط الكلام، وبالتالي محدش يقدر يشكك في الكلام. يعني صحيح. يعني انا طول الوقت اقول لهم ايه، محدش يقدر يشكك يا جماعه في الكلام اللي انا بقوله، لان انا ما بقولش رايي. يعني انا المسلسل ده صح. ده مش وجهه نظر باهر في الاحداث خالص. ايوه. ربما يكون انا عندي كانت عندي في وقت من الاوقات وجهه نظر غير كده، لكن انا بتكلم على انه انت تصديت الى حدث ذاكرته كويس جدا 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 وبحثت فيه بشكل دقيق للغايه، وساعدنا في ده بشكل كبير جدا جهاز المخابرات العامه المصريه مشكورا برغم كل المسؤوليات اللي عنده، لكن الناس ساعدونا بشكل كبير جدا جدا طبعا. ففي مصداقيه للكلام اللي انا بقوله. والله يا جماعه لو حد عنده دليل ان الكلام ده مش مظبوط يطلع يقوله. يعني لا، انا ما اعتقدش ان حد هيجرؤ بصراحه، لانه بعد الامور ما تكشفت وبعد السنين ما عدت واكتشفنا الادوار بتاعت كل واحد، اعتقد انه يعني اصابك الصواب والتوفيق. وانا على الاقل انا واحد شاهد على العصر ابصم بالعشره وراك في كل الاحداث اللي انت قلتها. الحمد لله رب العالمين. وكل السياق التاريخي اللي انت ذكرته يعني. لا للامانه والله، بعيدا عن انه شغلانتنا في الرئيسيه الدراما، الاعمال اللي شبه كده اصل دي امانه هنحاسب عليها طبعا ربنا. طبعا يعني. طبعا. فانت بالتالي انت بتبقى بتتوخى الحذر الشديد في كتابه اي معلومه، لانه يعني ما دي امانه ربنا هيحاسبك. انا لو في يوم من الايام حفيدي جه وقال لي ايه اللي حصل قبل 2011 وبعدها، هختصر على نفسي الحكايه وهخليه يتفرج على المسلسل. ربنا يخليك، ده شهاده كبيره جدا. تسلم لي. فاحنا واحنا كان الغرض برضو علشان الناس تبقى فاهمه، احنا مش جايين نصدر احكام، يعني انا مش جاي موتور تجاه ناس او بتاع خالص، بالعكس. هي الفكره فين؟ انه زي ما اتفقنا انه ده بقى شكل الحروب وشكل الصراع في العالم. اول خط دفاع ليك كدوله انك تبقى فاهم ان ده بيتعمل كده. صح. يعني اقصد ايه، في مثل كده جميل بيقول، حاجه بتقول ايه، عار عليك ان تخدعني مره وعار علي ان تخدعني مرتين. مظبوط. يعني خلاص احنا لو الحكايه دي احنا اتضحك علينا فيها مره او حد خدعك بشكل ما، لما تبقى باينه وكلنا فاهمينها خلاص ما تتعملش تاني. هنا يعني هنا احنا بنتكلم عن العنوان اللي طول الوقت بالنادي بيها، فكره الوعي يا دكتور باهر. بالظبط، احنا في معركه وعي بقالنا فتره طويله. صحيح. يعني صحيح. يعني بقالنا فتره، وده خط دفاعنا الاول. ما لم يكون في شفافيه وصراحه مع الناس وشرح لكل الحاجات، انت بتقول للناس الحقيقه ثم هو ياخد موقفه، انا ما بفرضش عليه موقف. أحسنت. لكن انا ولا بفرض حكم حتى على الاشخاص او على الاحداث خالص، ده مش شغلتي. انا جاي بحكي لك ابص هي بتحصل كده، انت بقى خد موقفك اللي يعجبك، بس انا الدور اللي عليا انه اجتهد في انه الم تفاصيل الموضوع واجي اقول لك بص بتتعمل بالشكل الفلاني، طب اخلي بالك. هجمه مرتده 2 رايح فين؟ لا لسه والله ما يعني ما استقرناش على اي حاجه، لسه ما اتناقشناش حتى في الامور، احنا يا دوب طلعنا من رمضان على اجازه العيد فلسه ما لا بس انتوا قلتوا لنا ان في هجمه مرتده 2. بس انت حلقه 30 يعني فيها هجمه مرتده 2 في طور الاعداد لسه والمناقشات وكده، لكن يعني ان شاء الله يبقى حاجه يعني باذن الله هيبقى حلقه كمان تضيف في المسلسل برضه معركه الوعي، لانه ده همنا الشاغل في المرحله دي. احنا جيل، يعني انا مواليد 73، فجيلي انا كان محظوظ انه اساتذتنا الجيل اللي قبلنا كلهم بلا استثناء، الاستاذ طبعا الركاشة، الاستاذ وحيد حامد، الاستاذ صالح مرسي، كل الاستاذ يوسف الجندي، كل اساتذتنا، الاستاذ محمد جلال قوي، عملوا لنا ده، يعني بنوا جوانا وعي حمانه وربطنا بالبلد ومسؤوليتنا والتزامنا ان احنا نستلم الرايه ونكمل معركه الوعي. بس ده يعني ربنا يكرمنا بس ويوفقنا باذن الله بفضله ونعرف نعمل كده ان شاء الله. انا بشكرك وبحييك وبنقل تحيات كل المشاهدين ليك على الجهد الرائع والعمل المبدع، هجمه مرتده اللي امتعنا وافدنا وعلمنا وعانا في شهر رمضان بجد.